عبد الراقي ورئيس الجمهورية ينزل إلى من داخل ملعب نيلسون مانديلا لنتابع. والآن مرحبا، احنا فخورين بهالإنجازات ان شاء الله تاع الشباب تاعنا، ان شاء الله تعود علينا بالخير وعلى الشباب بالخير ان شاء الله. مرحبا، تفضلوا. مساء الخير سيد الرئيس. رضوان بوحليكة، قناة الهداف تي في. سيد الرئيس، بهذه المنشأة التحفة الجزائر تثبت مرة أخرى أنه بإمكانها مستقبلا أن تنظم أي منافسة دولية، هل مثل هذه المنشآت إضافة إلى منشأة ملعب تيزي وز وملعب دويرة أيضا له قيد الإنجاز، هل الجزائر ستتوقف عن إنجاز مثل هذه الملاعب الكبيرة أم أنه فيه مشاريع أخرى مستقبلا إن شاء الله؟ فيه مشاريع أخرى. أولا تماشيين مع طموحات الشباب تاعنا، تماشيين كذلك مع الشيء اللي وصلت له الجزائر في الرياضات وبالأخص في المحافل الدولية. أنا شفنا الألعاب الأبيض المتوسط، شفنا الألعاب العربية، الشامبيونة تاع، وهنا هذه لاشان، ونتمنوا حاجة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله في إطار أنت تعرف باللي الشباب نتاعنا واحد موحد. اليوم احنا نبارك لكل الشباب نتاع الشرق والغرب والوسط الإنجازات نتاع مركب هاد في ميرود، هذا مانسيل الاستاديوم مانديلا تاع دويرة اللي هو في الواقع نتاع المولودية، نقول تاع دويرة تاع مولودية العاصمة، تاع تيزي وزو كذلك اللي هو يكون افكتي لتيزي وزو. عندنا التوسعة نتاع 5 جويلية إن شاء الله باش نكمل كاع الرن ونغطي منه قدر المستطاع على حساب تقنيات. فيه تقنيات اللي تسمح ربما بدون ما نمس الشيء اللي موجود باش نغطي ان شاء الله. يكون فيه ملعب مثل هذا على حساب المستوى الرياضي تاع تاع الجهات الاخرى، ولكن خدينا قرار باش يكون فيه ملعب في ورقله وملعب في بشار ان شاء الله. هكا نكونوا يعني كملنا لابوكل. بالنسبه لقسنطينه، إلا كان الملعب هذاك يكفي تشوفوا على حساب الرياضيين، وإلا نزيدوا ملعب آخر في الشرق إن شاء الله. وهكا تكون اكتملت المهمة نتاع الناس اللي يشرفوا على الرياضة في البلاد بالأخص كرة القدم إن شاء الله. الباقي شو نقول لك، احنا في سؤال اخر ولا؟ سيد الرئيس السلام عليكم. على قوس. السلام ورحمه الله. على قوس حسين بوصالح مراسل قناه بي ان سبورتس القطريه بالجزائر. بدايه سيد الرئيس، بعد نجاح طبعه العاب البحر الابيض المتوسط وتدشين ملعب ميلود هدفي الذي جاء بمعايير عالميه، ملعب اخر يتوافق مع شروط الاتحاد الدولي ملعب نيلسون مانديلا في انتظار تسليم كما اضفت ملاعب بمعايير دوليه، هل ترى بأن هذه المنشات الحديثه اليوم تجعل الجزائر السيادة الجزائرية تطمح لتنظيم بطولات كبرى سيد الرئيس؟ شكرا جزيلا لك. شكرا، هو سؤال وجيه ولكن صراحة يعني بدون ديماغوجية، احنا الملاعب رانا نديروها فيها الشباب تاعنا باش المستوى تاعو يطلع. تبقى التنظيم ما تنظيم، انا قلت هل سيد رئيس الفيفا ان في حالة ما يحبوا ينظموا مباراة ولا دولية هنا سواء كانت أوروبية أو غير أوروبية عالمية، مرحبا بهم ويلقوا المساعدة من جهتنا من ناحية الإيواء ولا من ناحية ربما معاهم سمعة، يعني حتى نركز على السمعة نتاع البلاد والسمعة نتاع الهياكل الرياضية نتاع البلاد. نفس الشيء بالنسبة للاتحاد الإفريقي، ربما تكون فيه نهائيات تاع كرة يجوا يديروها هنا، مرحبا بهم. كذلك بالنسبه للشباب الافريقي، لان احنا قبل كل شيء افارقه، وهذه الحلقه الاخيره لنا فيها، ربما
ما تعلقش بالسؤال تاعك، ولكن امتدادا للسؤال والجواب، الجزائر دخلت في مرحلة اليوم نتاع تثبيت الانتماء. انتماءنا المتوسطي اثبتناه وبجدارة في العاب البحر الابيض المتوسط في وهران ونجحت، وهكذا جزء من الشخصية نتاعنا اللي هي متوسطية ثبتت. نفس الشيء بالنسبة للقمة العربية، عائلتنا عائلة العربية احنا ننتمي لها، كانت نفس الشيء قمة والحمد لله ناجحة، وثبتت الانتماء نتاعنا للأمة العربية. اليوم بهذا الصرح وبهذا الرمز نثبت هويتنا الإفريقية. بين قوسين فقط، مانديلا يعتبر نفسه جزائري وقالها هو بنفسه، وباش يكونوا في الصورة، لأن ربما إخواننا في بين ما هوش طالعين على التاريخ تاع بداية الثورة، مانديلا التحق بالصفوف تاع الثورة الجزائرية في 61 حتى يتدرب ويدرب الجماعة اللي معاه لانطلاق في حرب تحريرية في جنوب إفريقيا لإسقاط النظام العنصري، النظام الأبارتايد. لما رجع من الجزائر لقوا عليه القبضة. بعد ما خرج من السجن مانديلا أصبح إيكونة في حر في الحب للحرية والتحرر والتحمل، لأن تحمل شيء ما يتحقلين من البشر اللي يتحملوا المدة اللي كان مسجون فيها إلى آخره. أول ما زار زار هنا وقال أنا جزائري، الجزائر وطني، يعني مانيش لاجئ ولا كذا، لأنه على هذه المعرفة يكون إفريقية، وما دامنا دخلنا في إثبات الهوية الإفريقية ما نوجدوش رمز ليمثل الجزائر ويمثل جنوب إفريقيا، إذن إفريقيا كلها مثل نيلسون مانديلا. هذه بصفة عامة، يعني الباقي احنا اللي علينا نعملوه. الجزائر انتم تعرفوها باللي الجزائر بلاد نتاع شباب، اكثر من 70% 72% عندهم اقل من 35 سنة، البلاد بلادهم كهول وهذوك معليش يعني حقهم، بلاد كذلك بلادهم، ولكن المطالب اللي نلبيها بأولوية هي مطالب الشباب. شكرا، صحيت، الله يبارك. نسيت حاجة، أزق قاسم قاسم، وتحية الجزائر.